يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذا القول خلفاء الله في الأرض يعني الناس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من يقول إن آدم خليفة عن الله. الله ليس له خليفة، الخليفة إنما يكون عن إنسان غائب، إنما يكون عن إنسان غائب، والله جل وعلا معنا بعلمه وقدرته، لا يغيب ولا سبحانه وتعالى، فهو مع عباده بالإحاطة والعلم والنصر والتأييد. وإنما خليفة يعني عمن سبقه، لأن الأرض كان فيها خلائق قبل آدم، فهو خلف من قبله. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. أما الله جل وعلا فليس له خليفة، وإنما هو الخليفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله هو الخليفة. وقال في الدجال: إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. نعم.